أسعار ديال محروقات الفاتورة الطاقية ديالنا في 2022 وصلت 154 مليار ديال الدرهم، هي تقريبا 16 مليار ديال الدولار. بالمناسبة 16 مليار ديال الدولار هي الكلفة باش ننظموا حنا وإسبانيا والبرتغال كأس العالم، خسرناها في المحروقات في 2022. كذلك كان عنده انعكاس بشكل مباشر على الأسعار ديال المواد الأولية والمواد الغذائية، لأن المغرب عنده واحد التداعي كبير رغم هذا المخبر الأخضر والجيل الأخضر. حنا كنستوردوا أكثر من 98% من الحاجيات ديالنا فيما يتعلق بالنباتات الزيتية، فيما يتعلق بالدقيق، فيما يتعلق بمجموعة من الأشياء الأساسية في المغرب. بالتالي كان انعكاس مباشر على السوق الوطنية، هو اللي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية ديال المواطنين، هو اللي رفع التضخم. كذلك كان عندنا معطى اللي ولا مابقاش معطى مفاجئ، لأنه ولا معطى بنيوي، هو الجفاف. لأن حنا خمس سنين ديال الجفاف كنعرفوا المساهمة ديال القطاع الفلاحي سواء في النتيج الداخلي العام أو لا، باعتبار أن القطاع الفلاحي هو المشغل رقم واحد في المغرب. وكذلك المعطى الظرفي الجديد اللي حتى هو مهم هو الزلزال ديال الحوز، لأنه تقريبا 11% من الناتج الداخلي العام ديالنا ماشي سهلة. اولا كنتحدثوا على حكومه عزيز اخلوش، خصنا دائما نقارنوا مع الحكومات السابقه. الان لاحظتوا بانه كاين الكثير من الانتقادات والقليل من التواصل ديال الحكومه. كنعرفوا الحكومه هذه الحاليه عندها مشكل ديال التواصل، لدرجه اننا لا نعرف مثلا بعض الوزراء. هذه ظاهره اللي هي غريبه شويه، ولكن اللي يمكن نقوله هو ان الحكومه هي تدبر ازمه. السياسات التي تشتغل بها الحكومة الآن هي السياسات العامة ديال الدولة التي تخرج من المجلس الوزاري. كاين فرق بين السياسات العامة والسياسات العمومية. السياسات العمومية غير موجودة لحد الآن، لهذا كاين نوع من الاضطراب الحكومي. البرنامج الحكومي غير موجود لحد الآن، وحنا دخلنا الآن في النصف الثاني ديال الولاية، وفي النصف الثاني ديال الولاية اللي كيبدا وهو الأحزاب كتبدا تفكر في انتخابات. العمل كيدار في النصف الأول ديال الولاية، أكثر من ذاك الآن كتستعد للمعارضة. لماذا؟ لأنه كاين بعض الأحزاب التي كانت كتنتظر هل ستكون في تعديل حكومي ولا، منها مثلا الاتحاد الاشتراكي وغيره. غادي تكون المعارضة غتكون قوية في هذه المرحلة هذه. إذا الحكومة الكثير من الاضطراب في العمل بعيدة عن البرنامج الحكومي. إذا كانت لديها بعض الإنجازات لا تتواصل مع الشارع، مع الناس، مثلا التواصل ما كاينش تواصل. ولاحظنا بأنه حتى الفهم، مثلا تقديم فهم معين، لماذا كاين بعض الاختيارات دون اختيارات أخرى؟ هذه المسائل غائبة. مع العلم أننا هنا ملي كنهضروا امتدادات حكومية، الحكومة كانت موجودة في المرحلة ديال بن كيران وموجودة أيضا في المرحلة ديال العثمانية، قطاعات استراتيجية للظاهرة، وهي كاين الامتداد، كاين نوع الامتداد. بمعنى إلا بغينا نميزه صعيب نميزه فقط على مستوى الخطاب. الحكومات السابقة كان عندها واحد، مثلا في المرحلة ديال بن كيران كاين شعارات، المرحلة ديال العثمانية كان نوع من السكوت. الآن الحكومة الحالية أيضا كاين نوع من السكوت، ولكن خاصها تخرج إلى الشارع، تخرج تواصل مع الناس، تقول ما هي طبيعة الإنجازات اللي كاينة، وإلا غتكون صعوبات. لا ننسى بأنه الجيل اللي صوت على الحكومة الحالية هو جيل كله ديال التكنولوجيا الرقمية، وهنا الجانب ديال التواصل مهم. لأن ملي هضرنا شنا المشكل ديال الأسعار، ما كانتش أجوبة، كان دائما التفسيرات هي مرتبطة بمسائل الجري في النظام الدولي. ثم شنا المسألة ديال التعليم، هذه بصمات. هل ستستطيع هذه الحكومة أنها تمسح هذا الشيء في المرحلة اللي هي متبقية؟ هذا هو السؤال اللي مطروح. أمين سعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. طبعا يندرج هذا اللقاء في إطار ندوة علمية بحثية. هذه الندوة تروم وتسائل العمل الحكومي تقريبا بعد 3 سنوات. طبعا جزء من محاور هذه الندوة سلطت الضوء على إشكالات العمل الحكومي فيما يتعلق بحضور رئيس الحكومة للجلسات الشهرية، فيما يتعلق بموقف الحكومة من المبادرة التشريعية، فيما يتعلق بالخطاب التواصلي للحكومة، فيما يتعلق بما يمكن أن نسميه بالاستقرار والأمن
الحكومي أو مدى صمود الحكومة في التعديلات الوزارية، وكذلك أشارت محاور الندوة إلى جانب متعلق بالدولة الاجتماعية وتفعيلها والإشكالات التي تواجهها، بالإضافة إلى الجانب الثاني المتعلق بالمجال الاقتصادي وتحفيز الاقتصاد الوطني وكذلك الرفع من الاستثمارات. طبعا جزء من الخلاصات التي أجمع عليها المتدخلين في هذه الندوة وهو ضرورة إعادة إصلاح الحق الحزبي على اعتباره مدخل من مداخل العمل الحكومي، وبالتالي فكل أو جزء عريض من الإشكالات التي تواجه الحكومة هي مرتبطة بالمجال الحزبي ومرتبطة بالحضور السياسي. طبعا أيضا من بين المحاور التي وقفت عليها هذه المداخلة وهي محاور تعتبر من المفارقات هذه الحكومة، وهو المزاوجة ما بين الحضور السياسي والحضور التقنوقراطي. طبعا أيضا من بين المحاور التي وقفت عليها هذه الندوة وهي المتعلقة بتدبير الحكومة لبعض الملفات، يمكن الإشارة إلى ملف صندوق التقاعد، ملف التعليم، ملف الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى ملف تشجيع الاستثمار. طبعا الخلاصات، أهم الخلاصات وهي على أنه اليوم هذه المحطة ديال النصف المرحلية تقتضي أولا تفعيل المبدأ الدستوري المرتبط بربط المسؤولية بالمحاسبة، والنقطة الثانية والمهمة وهي المرتبطة بإعادة النظر في بعض الأوراش التي واجهت بعض المشاكل، منها الأوراش ومن بينها أيضا التعامل مع التنسيقيات في الشق المتعلق بالملف التعليمي. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.